في موضوع آخر، يعرف طريق الولاية رقم 6 الذي يربط عدة بلديات جنوبية وشرقية بالبلديات الغربية في سكيكدا وصولا إلى ولايتي جيجل وبجاية، يعرف حركة كبيرة لمختلف المركبات وبكل الأوزان، ما جعله يشهد حوادث مرور تقريبا يوميا، حوادث كثيرة خلفت قتلى وجرحى، وهو ما جعل مستعمليه يطالبون ببرمجة مشروع توسعته وجعله طريقا مزدوجا للقضاء على الازدحام المتكرر وحتى التقليل من حوادث المرور التي تكثر خاصة في فصل الصيف، حين يكون الطريق منفذا للمصطفين باتجاه الشواطئ الغربية من ولاية سكيكدا. محمد حمد رصد لنا التالي. الطريق هادي واعرة بزاف، فيها لي سيميسرا وفيها لي زاكسيدو بزاف، المشاكل ماش قدرش السوق، مش اليز خلاص الطريق هادي، لازم يحركوا يديروا كاش حاجة في الطريق هادي، نخدموا هاد الطريق هادي نسوقوا من نسلعوا من ما بقيناش راحتنا في الطريق هذا. الطريق هذه ريسكي باينه، نشارجيو السيمياج ما معمره السيمياج الطريق هذه، وضيقه ومن دي ميسرا لي زاكسيدون، معمره دي زاكسيدون، كل نهار اكسيدون، كل نهار يموتوا الناس الطريق هذه. حنا نطالبوا من السلطات هكذاك واحد بدا يديروا دوبل فوا هكذاش، ولا على الاقل تنقص وفي هذا حركه المرور ثقيله شويه. الطريق هذه تتطلب خدمات، تسمى تتطلب توسيعه، فيها السيركيلاسيون كبيره وفيها لي زاكسيدون، احنا نطلبوا من السلطات يوسعوا لنا في الطريق هذه شويه باه يحسنوا في حركه المرور. نطلبوا منهم التوسيع ويديروها طريق مزدوج، لان في فصل الصيف تكثر فيها الحركه وتكثر فيها الحوادث المرور.